عبر الهاتف ايضا من واشنطن استاذ ماك شرقاوي المحلل السياسي. استاذ ماك اهلا بك معنا على اكشن نيوز من القاهره. اهلا وسهلا بك ومشاهدينك الكرام. بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية يبدأ ولايته بتوقيع قرارات تنفيذية، طبعا إلى جانب الإعلان عن تغيير 17 قرارا من قرارات التي شكلت بشكل أو بآخر سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب. كيف ترى ذلك؟ والله أنا شايف بالتأكيد أن الرئيس جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيبه اليوم يعني وقع الكثير من القرارات الرئاسية الاكزيكتيف اوردر، بعضها لغى قرارات يعني عملها الرئيس ترامب سابقا، والاخر بالتاكيد لحسن سير الامور في الولايات المتحدة الامريكية على المستوى الداخلي. الامريكان ينتظروا بالتاكيد يعني الكثير من الرئيس جو بايدن خلال المائة يوم الأولى. كنا ننتظر اليوم في خطاب التنصيب أن يوضح الرئيس بايدن ما هي سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة، ولكن كان الخطاب مقتضب لم يكن به الكثير من المعلومات. هل القضايا التي طرحت يا أستاذ ماك لا تشير إلى النهج القادم أو السياسات القادمة؟ اعتقد يعني ما وقعه الرئيس على سبيل الاستعجال هو يخص الهجره ريمرز، وايضا يخص الرجوع الى اتفاقيه المناخ في باريس ومنظمه الصحه العالميه ورجوع الى منظمه الصحه العالميه، واعتقد ايضا ان سوف يكون يعني مراجعه الى انسحاب الولايات المتحده الامريكيه من الكثير من المنظمات الدوليه من الامم المتحده. اعتقد ايضا يعني وايضا فيما يتعلق بالبناء الجدار مع الحدود مع المكسيك، بالضبط وقف بناء الجدار في المكسيك، وايضا الزام ارتداء الكمامه في الابنيه الحكوميه والفدراليه والزام الموظفين الفدراليين بارتداء الكمامه. اعتقد سوف تكون هناك ايضا انشاء مكتب خاص لمتابعه فيروس كورونا يتبع البيت الأبيض مباشرة. بالتأكيد الشعب الأمريكي ينتظر خلال المائة يوم الأولى الكثير من الرئيس بايدن، خاصة أنه يعني تسلم مقاليد الحكم في أزمة كورونا في الموجة الثانية الأشد عنفا من الموجة الأولى. وأعتقد أنه يعني قد استلم الاقتصاد الأمريكي في يعني في أزهى يعني تقدمه. نهضة سوق المال حقق 31 ألف نقطة وكسور، يعني تخطى 31 ألف نقطة في داو جونز، وده بالتأكيد رقم قياسي وتاريخي. والأمريكان ينتظروا الكثير، ولكن هل سوف يسيطر الرئيس بايدن على السيدة نانسي بولوزي رئيسة حزب الديمقراطي ورئيسة الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بألا تتعقب الرئيس دونالد ترامب و محاولة الإطاحة به واغتياله سياسيا؟ قبل التطرق لاغتيال ترامب سياسيا يا أستاذ ماك لو تسمح لي، من أبرز القضايا من أول حتى القضايا التي تحدث عنها جو بايدن خلال خطابه مع تنصيبه اليوم كانت كورونا، يعني تحدث عن الديمقراطية بشكل خاص وعودة الديمقراطية، ثم تناول ملف كورونا، وبالطبع هو يشكل ملف هام جدا، وكان هام الحقيقة ملف هام وكان مفصلي في الانتخابات وحتى الآن بعد وصول جو بايدن لكرسي رئاسة للولايات المتحدة الأمريكية. برأيك هل مازال ملف كورونا هو اختبار النجاح حتى في ولاية جو بايدن الأولى للرئاسة؟ بالتأكيد كورونا سوف تؤثر بالإيجاب أو بالسلب على الرئيس جو بايدن، لأن الشعب الأمريكي ينتظر النتائج. فخلال الحملة الانتخابية ركز الرئيس جو بايدن على سوء استخدام إدارة الرئيس ترامب إلى ملف كورونا، وأنه يعد بأن يكون هناك يعني تدخل سريع وفعلي. النهاردة يوم ما مسك الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير هناك 24 مليون حالة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بكورونا، وهناك 403,952 حالة وفاة. سوف نتابع الأرقام في الأيام القادمة، ونتمنى أن نرى المنحنى إلى الأسفل وليس إلى الأعلى، وبالتأكيد ده هيؤثر بالإيجاب أو بالسلب على إدارة الرئيس بايدن، حيث أنه ركز بنسبة يعني 70% من حملته الانتخابية على جائحة كورونا، وأنه سوف
يحسن استخدام الموارد الفيدرالية لمكافحة كورونا. بشكرك شكرا جزيلا من واشنطن أستاذ ماك شرقاوي المحلل السياسي.